انا راضي ذمتك، واحد مشترك في باقه انترنت بتدي له 140 جيجا، ال 140 جيجا دول اصلا مش بيكفوه لاخر الشهر، وفي اغلب الاحيان بيضطر يشحن باقه اضافيه لانه بعد ما خلص باقته الاساسيه اللي هي 140 جيجا الانترنت بيفصل عليه، وبالتالي لازم يشحن باقه اضافيه عشان يستخدم الانترنت. هل من الطبيعي ان الشخص ده اللي بيحتاج الانترنت اصلا ومش بيكفيه تصحى في يوم من الايام تلاقيه فاتح الواي فاي بدون باسورد، اي حد قريب من الشبكه يقدر يستخدمها انترنت مجاني بدون اي تكلفه؟ اكيد ده طبعا تصرف مش طبيعي، فان شاء الله النهارده هنعرف مع بعض ليه الشخص ده فتح الشبكه، وازاي لو انا اضطريت استخدم هذه الشبكه استخدمها بامان من غير ما يحصل لي عمليه اختراق او ما شابه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قبل ما ابدا الحلقه دي، قناه مهتمه بتربيه الاطفال اسمها فول يور تشايلد، هي واحده من القنوات المهمه جدا والمفيده اللي هتقدم لك الكثير من المعلومات الصحيحه عن تربيه الاطفال. انا ما اعرفش صاحبه القناه، ولكن الحقيقه هي اسلوبها كويس جدا وسهل وبسيط ويوصل لكل الناس، فلو انت مهتم بالمحتوى ده هسيب لك الرابط الخاص بيها اسفل الفيديو في الوصف، ان شاء الله كلكم هتستفيدوا منها لانه فعلا اسلوبها بسيط جدا وسهل وكويس يوصل لكل الناس، فاشتركوا فيها اكيد هتستفيدوا ان شاء الله. اما بقى بخصوص صاحبنا اللي فتح الشبكه ده، تعال اقول لك كلمتين. انت لما بتعمل باسورد الواي فاي هنا، انت مش بتعمل باسورد بس عشان تحمي الواي فاي او تحمي الراوتر او تحمي الانترنت بتاعك انه محدش يستخدمه، ولكن انت بمجرد ما بتعمل باسورد وبتختار التشفير، انت هنا عملت جسر او نفق مشفر بينك وبين الراوتر. يعني الاتصال بينك وبين الراوتر بيبقى اتصال مشفر. مشفر بايه؟ مشفر بالتشفير اللي انت اخترته، واحنا قلنا افضل انواع التشفير هو WPA2 مع AES، واتكلمنا عنهم في حلقه مفصله هسيبها لكم اسفل الفيديو في الوصف. طيب استنتج ايه من الكلام ده؟ استنتج انه ببساطه لما انا ما بعملش باسورد للواي فاي ما بيبقاش اتصال بالراوتر مشفر، وبالتالي بسهل العمليه لاي حد عايز يتجسس على الشبكه لانه الاتصال بيني وبين الراوتر مش مشفر. هو ده اللي بيحصل في حاله الشبكات العامه او اي حد فاتح الشبكه الخاصه بيه انك تستخدم الانترنت مجانا. هو اكيد مش عامل كده لله، واكيد القصد من وراء القصه دي هي عمليه اختراقك وكشف بياناتك، لان انت ببساطه اللي بتسلم نفسك لهذه الشبكه. يعني ببساطه زي ما قلنا ما فيش حد ابدا هيفتح الشبكه الخاصه بيه كده عشان تستخدم انترنت مجاني بدون سبب، لان لما تلاقي شبكه مفتوحه وبدون باسورد ما عندكش غير احتمال من اتنين. الاحتمال الاول ان الشخص ده ما يعرفش اصلا او ما عندوش خبره بالمجال، وده احتمال مستبعد جدا لانه ببساطه الراوتر بيجي من الشركات اصلا عليه باسورد، وبالتالي كده كده موجود عليه باسورد. لو هتعمل له كونفجريشن خاصه بيه برضه ما فيش حد هيعمل كونفجريشن ومش هيعمل باسورد للراوتر بالعقل. يعني الاحتمال الثاني انه هذا الشخص عايز يسرق بيانات اي حد يتصل بهذه الشبكه، عشان كده عاملها طعم او سايبها مفتوحه، اي حد قريب منها يقدر يتصل بيها ويستخدم الانترنت مجانا. وهنا بتيجي الخطوره على حسب قوه المخترق والادوات التي يمتلكها. يعني عمليات الاختراق بتختلف من شخص للتاني حسب قدرته وحسب الادوات اللي معاه. ممكن بس يقدر يعترض البيانات اثناء استخدامك للواي فاي، يعني ايه المواقع اللي انت داخل عليها او البرامج اللي انت بتتعامل بيها، ولو قدرته اعلى من كده ممكن يقدر يخترق التليفون الخاص بيك نفسه ويحط ملفات تجسس وباتشات. طيب بالنسبه للمطاعم والفنادق والكافيهات نفس القصه، لو الشبكات دي مفتوحه مفيش فيها باسورد اذا مفيش فيها تشفير، وبالتالي بتسهل على المخترق انه يقدر يخترق او يتعامل مع كل البيانات اللي بتمر من خلال هذه الشبكه. وهنا الخطوره. هيجي واحد يقول لي يا عم انت مؤفر ليه؟ هيعرف ايه يعني؟ انا بدخل على فيسبوك بشوف فيديوهات كلام فاضي يعني. وهنا عايز اقول لك خلي بالك انه لو المخترق ده قدر يوصل لتليفونك ويسحب منه بيانات زي صور خاصه ليك او لاهل بيتك، صدقني هي دي شغلانته اصلا، هيبتدي يبتزك بهذه الصور، وبالتالي هتدخل نفسك في قصه انت اصلا كنت في غنى عنها من الاول. يعني فعلا يا معلم الموضوع خطير، ومش بيتعلق بس بالبيانات اللي انت بترسلها وتستقبلها في نفس الوقت او اثناء اتصالك بالشبكه، لا ده ممكن كمان يقدر يخترق تليفونك. وللاسف الشديد انت اللي بتساعده انك بتروح برجليك لحد الشبكه المفتوحه دي وتستخدم الانترنت، وبالتالي انت كده عملت له 90% من الخطوات اللي هو عايزها. هيجي واحد يقول لك يا عم ما تكبرش الموضوع، هو هيعمل ايه يعني لما انا اتصل بالشبكه بتاعته؟ اول حاجه يقدر يعملها هي هجمات الرجل في المنتصف اللي هي MITM، اللي هو ببساطه بيخلي جهازه بينك وبين الراوتر، يعني اي معلومات بينك وبين الراوتر المعلم ده هيبقى عارفها ويتصنت عليها. هيقدر يعمل هجمات باكت سنيفر من خلال برامج بتستخدم لمراقبه حركه البيانات او حركه الباكت على هذه الشبكه، وبالتالي اي حاجه بتبعتها او بتستقبلها هيقدر يتنصت عليها او يتصنف عليها بسهوله. بس كده؟ لا مش بس ده، كمان يقدر يعمل هجمات MDK3 عشان يوقع الشبكه.
طب يوعي الشبكه ليه اذا كان هو اصلا عاملها عشان الناس تتصل بيها ويبتدي يخترق تليفوناتهم؟ هنا بنتكلم في الشبكات المفتوحه في الاماكن العامه، هو اصلا ما عندوش اكسس او مش الراوتر ده مش تحت ايده، وبالتالي هو اسم الشبكه مثلا اكس، فبيعمل هجمات ام دي كي سريع عن طريق اللينكس وادوات بسيطه جدا، بيعمل تشويش على هذه الشبكه، وبالتالي الشبكه دي بتقع محدش بيقدر يتصل بيها. فيجي بقى عمنا ده يعمل شبكه بنفس الاسم اللي كان موجود في المكان، وبالتالي الناس تبدا تتصل بيه، واصلا مش ده الشبكه الخاصه بالمكان، دي الشبكه اللي هو عملها بعد ما استخدم اداه ام دي كي 3 انه وقع الشبكه الاصليه. وبالتالي نفس الفكره انه خلى كل الناس اللي في المكان تتصل بالشبكه الخاصه بيه عشان يقدر يتجسس عليهم، وزي ما قلنا حسب قدره المخترق انه يقدر يعمل ايه، هيلحق الضرر بيك، يقدر يخترق جهازك هيخترقه، يقدر يتنصت بس على رسائل هيتنصت عليها، وهكذا. كمان يقدر يعمل هجمات روج واي فاي، وهي شبكات واي فاي اصلا مجهزه لعمليات الاختراق، وده كل وظيفتها. وبالتالي ايا كانت الطريقه هو بيعتمد على انه الناس تتصل بالشبكات اللي هو عاملها عشان يقدر يخترق هذه الهواتف، او لو في مكان عام فندق او كافيه او مطار او اي مكان، بيحاول يعمل هجمات ايفل تويلز او هجمات التوأم الشرير، اللي هو بيوقع الشبكه الموجوده الحاليه وبيعمل شبكه بنفس الاسم، وبالتالي الناس تتوهم ان دي الشبكه ويتصلوا بيها، وبالتالي يقدر يستفيد من هذه القصه في اختراق هذه الهواتف او التصنت عليها في الوقت الحالي. خد بقى المفاجاه دي، ان انت بنفسك ممكن تكون سبب في اختراق الشبكه الخاصه بيك. ازاي بقى؟ انه حضرتك بتستخدم تشفير ضعيف، واحنا قلنا من شويه انه لما بتكتب باسورد الواي فاي انت كده مش بتكتب باسورد بس عشان تحمي الشبكه، ولكن عشان يبقى في تشفير للبيانات على هذه الشبكه بين الراوتر والاجهزه المختلفه. وبالتالي لو التشفير ده ضعيف زي تشفير دبليو اي بي اللي حذرنا منه كتير، هيبقى عمليه اختراق الشبكه دي او التنصت عليها سهل جدا، وبالتالي لازم تهتم بحمايه الشبكه بتاعتك ويكون التشفير بتاعها قوي. طيب السؤال هنا، اعمل ايه لو انا محتاج اتصل بهذه الشبكه ضروري لاني بره البيت، او الباقه معايا مش مظبوطه، او الشبكه مش مظبوطه ومحتاج الانترنت في شغل او في اي حاجه بشكل ضروري جدا، وانا قدامي شبكه مفتوحه سواء في مطعم او فندق او اي مكان انا متواجد فيه؟ اول نصيحه انك تستخدم احد برامج الفي بي ان المجانيه اللي هتساعدك في الكثير من عمليات التشفير، ولكن مش هتحميك بنسبه 100%، ولكن اهو هتساعد في عمليه الحمايه. تاني حاجه، تتاكد ان كل المواقع اللي بتفتحها بتستخدم بروتوكول HTTPS وليس HTTP علشان توفر لك قدر كبير من الحمايه وتشفير البيانات. تالت حاجه، ممكن تستخدم بروكسي وهو شبيه جدا بالفي بي ان وخاص بعمليات التصفح، هيوفر لك برضه قدر كبير من الحمايه. لو بتستخدم لابتوب مش التليفون، خلي اعدادات الواي فاي على بابليك واي فاي عشان تفعل جدار الحمايه في الويندوز. طيب هل كده انا امن؟ لا، انت مش امن بنسبه 100% ولا حتى 90%، انت بتحاول تحقق اكبر قدر من الامان. وبالتالي اول حاجه تعملها بعد ما تستخدم الادوات اللي قلنا عليها دي، انك تسجل خروجك من جميع الحسابات سواء فيسبوك تويتر يوتيوب اي حاجه، سجل خروج وحاول ما تتصفحش اي تطبيق او موقع بيطلب منك باسورد. تاني حاجه، اوعى تشارك اي معلومات حساسه، يعني ما تتكلمش مع اي حد على واتساب او على غيره في معلومات حساسه، او تدي كلمه مرور لاي حد اثناء استخدام الشبكات العامه. طبعا مش محتاج اقول لك ما تشتريش اي حاجه اونلاين، لانه هتبقى البيانات الخاصه بالكريدت كارد او بطاقه المشتريات بتاعتك معرضه للاختراق، وبالتالي حذاري من استخدام شبكات الواي فاي المفتوحه سواء بقى واحد جارك او مكان عام في انك تستخدم هذه شبكة في عمليات الشراء الاونلاين. دايما حدث نظام تشغيل خاص بيك سواء تليفون او كمبيوتر، لان التحديثات دي بيبقى اغلبها تحديثات امنيه علشان تسد الثغرات الموجوده وتحقق لك اكبر قدر من الحمايه والامان. لازم يكون على تليفونك او على الكمبيوتر بتاعك انتي فيروس قوي علشان بيحقق لك قدر كبير من الحمايه، اي نعم مش بيحقق لك حمايه كامله ولكن بيحقق قدر كبير من الحمايه. لو بتستخدم ويندوز او ماك، عطل خاصيه مشاركه الملفات عشان ما فيش اي حد يقدر ياخد هذه الملفات اللي انت اصلا عامل لها مشاركه. واخيرا، لو انت في احد الاماكن العامه ومش محتاج واي فاي او مش محتاج انترنت، يا ريت تقفل الواي فاي والبلوتوث وما تفتحهمش نهائيا، لان ممكن يتم استغلالهم بشكل او باخر، وزي ما قلنا الاختراق بيتم او ضرره بيكون حسب قدره المخترق والادوات اللي بيمتلكها. النهارده كانت نصيحه مهمه جدا بخصوص شبكات الواي فاي العامه او حتى اي شبكه مفتوحه. لو استفدت باي حاجه من الفيديو اعمل لايك لانه بيفيدنا بشكل كبير، وتقدر دلوقتي تدعم القناه من خلال حساب الباتريون اللي هسيبه لكم اسفل الفيديو في الوصف، ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بيرفعه على القناه. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.